السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى مجمل القول وأبرز عناوين هذه الحلقة. العراق تواصل الاحتجاجات للأسبوع الثاني على التوالي. تركيا بين التهجير القسري وشكر قطر على تمويل عمليتها العسكرية. أهلا بكم. مع دخول الموجة الثانية من التظاهرات في العراق أسبوعها الثاني، بدأت دعوات إلى إضراب عام مع مخاوف من استخدام العنف مع المتظاهرين، في وقت خاطب فيه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي خاطب المتظاهرين قائلا: إن احتجاجاتكم دفعتنا إلى مراجعة موقفنا. كما برر عبد المهدي العنف ضد المتظاهرين بأنه موجه ضد الخارجين عن القانون، وتعهد كذلك بالتحقيق في نوع السلاح الذي استخدم من قبل القوات الأمنية في الاحتجاجات. فما مصير احتجاجات العراق في أسبوعها الثاني؟ وهل تكون دعوات العودة إلى الأعمال والمدارس نهاية لها؟ وما مصير التحقيقات في مقتل المتظاهرين كما ذكر عبد المهدي؟ إيران برا برا، بغداد تبقى حرة، النجف، كربلاء، البصرة، العمارة، وهكذا بقية مدن العراق شعارات رددها المتظاهرون منذ أول يوم لانطلاق ثورة المطالبة بالحقوق. المتظاهرون أحرقوا العلم الإيراني في مدينة كربلاء جنوبا، رافضين الدور الإيراني سواء بشكل مباشر أو عبر الفصائل المسلحة المدعومة إيرانيا، وهاجم المتظاهرون مقر القنصلية في مدينة البصرة جنوبا. أصوات واضحة وصريحة دعمها المرجع الديني الشيعي علي السيستاني برفضه الإملاءات والتدخلات. لعنة الله على من دخل بيننا وزرع هذه التفرقة. كل هذه المسميات والأحزاب تدعمها دولة واحدة وهي أم الإرهاب، إيران. إيران، كلا كلا إيران، تسقط إيران. احنا نريد تغيير شامل كامل، نريد هذه الحكومة الإيرانية، حكومة إيرانية، إيران تطلع برا ويبقى لهذا الشعب، تبقى بغداد حرة للشعب العراقي. التظاهرات على خلاف رهان الحكومة اتسعت حجما، ازدادت اعدادا وتأثيرا. متظاهرو بغداد اعلنوا العصيان المدني، قاطعين الطرق امام المدارس والجامعات والدوائر والمؤسسات الحكومية، فيما اغلق متظاهرو البصرة اكبر واهم موانئ العراق، ميناء ام قصر امام حركة التجارة وتصدير النفط، واغلقوا حقل مجنون النفطي اكبر حقول البلاد. اصوات ان لم تستجيبوا الحكومة لها قد يدخل العراق حربا من نوع جديد. المشروع الإيراني التوسعي انتهى وتلاشى، ولم تعد تجدي الطائفية، لأنه الشعار الذي طبع في قلوب العراقيين هو أخوان سنة وشيعة، هذا البلد منبيعة، وأيضا بغداد تبقى حرة، إيران برا برا، وحرق العلم الإيراني. ومنعت إيران الكتل السياسية من الضغط لإقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي أو تشكيل حكومة طوارئ بحسب مطالب الجماهير، ومقابل ذلك يبدو الدور الأمريكي بأضعف المراحل، مما أفقد المعادلة العراقية توازنا لطالما عرف منذ عام 2003. ساحة التحرير هذه وسط بغداد، ومعها ساحات مدن البلاد، صوت واحد وخطاب واحد، لا للتدخل الإيراني ونعم لتغيير سياسي شامل. لبرنامج مجمل القول، إيثار إبراهيم، بغداد. أهلا بكم أعزائي من جديد إلى مجمل القول، وملفنا الأول لهذا المساء حول العراق وتواصل الاحتجاجات للأسبوع الثاني على التوالي. ويسعدنا أن نستضيف فيها كل من الأستاذ منيف عماش الحربي الكاتب والمحلل السياسي هنا في الاستديو، وعبر القمارة الاصطناعية من البحرين السيد عبد الله جنيد الكاتب والمحلل
السياسي وعبر الأقمار الصناعية أيضا من بغداد السيد مناف عبد المطلب الكاتب والمحلل السياسي. أستاذنكم ضيوفي الكرام. أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود بعده للشروع في الحديث عن أول ملفات هذا المساء. ابقوا معنا. أهلا بكم أعزائي الجديد إلى مجمل القول وأولى ملفات هذا المساء حول العراق واستمرار الاحتجاجات الأسبوع الثاني على التوالي. ضيوفنا السيد منيف عماش الحربي الكاتب والمحلل السياسي ومن البحرين عبر القناة الصناعية، السيد عبد الله جنيد الكاتب والمحلل السياسي ومن بغداد عبر القناة الصناعية أيضا السيد مناف عبد المطلب الكاتب والمحلل السياسي. لعلنا نبدأ معك سيد مناف. العراق عبر وزارة الخارجية يدعو الجميع، جميع الدول لعدم التدخل في شؤونه واحترام سيادته. طبعا هذا جاء بعد خطبة جمعة شدد فيها المرجع الديني الأعلى للشيعة علي السيستاني على من كربلاء أن ليس لأي جهة تدخل في شأن العراق. كيف من الممكن أن نقرأ هذا؟ هل هي دعوات لإيران بعدم التدخل في العراق مع وجود قوات لها وميليشيات تابعة تأتمر بأمرها؟ أستاذ هرنان في البيت دعني أحييك وأحيي ضيوفك في الاستوديو من البحرين وجميع متابعي قناتكم الكريمة. يعني أنا أعتقد المسألة كانت واضحة، خطوة المرجحية وضعت النقاط على الحروف وقالت بأن التظاهرات هي شأن عراقي، لا نسمح لأي تدخل إقليمي أو دولي كان بعملية سير هذه التظاهرات أو بعملية محاولة تقزيم هذه التظاهرات أو اتهام المتظاهرين بأنهم يعني جاءوا نتيجة أجندات خارجية أو كما يعني أطلق عليهم المرشد الإيراني سيد الخامنئي حينما قال بأن هذه التظاهرات أمريكية صهيونية، وبالتالي محاولة اتهام التظاهرات بهذا الشكل هو يعني إعلان حرب على التظاهرات. التظاهرات تظاهرات وطنية الجميع يعترف بها قانونية دستورية، المطالب هي مطالب قانونية جاءت نتيجة للإشكاليات أو للإخفاقات الكبيرة للحكومات السابقة وأيضا حكومة السيد عادل عبد المهدي، مما ولد أزمة ثقة ما بين المتظاهرين وما بين السلطات الثلاثة. هذه الأزمة أدت إلى أن يتم رفع سقف المطالبات. تعرف يعني التظاهرات السابقة كانت المطالبات هي مطالبات خدمية، مطالبات بتحسين المستوى المعاشي، مطالبات بمحاسبة الفاسدين. اليوم التظاهرات يعني بدأت تطور أو المتظاهرين بدأوا يطوروا من أدائهم من استراتيجيتهم. نعم أنا أريد أن نبقى سيد مناف، أنا أريد أن نبقى في التصريحين. أسوشيتد بريس ورويترز قالتا أن قاسم سليماني حضر اجتماعا أمنيا عراقيا يوم الأربعاء الماضي من أجل معالجة مسألة الاحتجاجات. طبعا أوضحتا أن أيضا يعني تقول أنها تدخل برئيس الوزراء عادل
عبد المهدي. مقتدى الصدر أيضا حضر لينضم إلى المتظاهرين من إيران يوم الثلاثاء الماضي. يعني كيف نوفق بما تحدثت عنه وزارة الخارجية، بما تحدث عنه علي السيستاني من رفضهم لتدخل أي دولة، ويوم الأربعاء قاسم سليماني يجتمع اجتماعا أمنيا عراقيا؟ يعني حقيقة أنا لم يثبت لي وجود سيد سليماني في أي اجتماع يعني أمني، لكن بالنتيجة أنا ممكن أن أتحدث أقول نعم، عودة سيد مقتدى الصدر إلى العراق كانت في إشارة واضحة وقوية أولا إلى دعم المتظاهرات. وتعرف السيد مقتدى من إيران هو من طالب بعملية استقالة الحكومة والدعوة للانتخابات مبكرة تحت إشراف أممي، بالتالي يعني مواقف السيد مقتدى واضحة ومحروزة. وهي أيضا السيد مقتدى عند تشكيل الحكومة كان يدعو أن تكون الحكومة بعيدة عن أي تأثيرات خارجية، أن تكون حكومة وطنية بعيدة عن أي تأثيرات خارجية. اليوم ما تحدث به التقرير قبل قليل، نعم هنالك ربما خلخلة في قوى التوازن اللي موجودة في العراق. تعرف هنالك قوى توازن في المشهد السياسي العراقي، تمثل هذه القوى التأثير الإيراني في العراق والتأثير الأمريكي في العراق. اليوم الأمريكان بدأوا ينسحبون يعني شيئا ما ويتركون الساحة بشكل كبير. هذا الانسحاب يعني أدى إلى ربما يعني اتساع السيطرة أو وجود حلفاء إيران في المشهد السياسي. لكن هناك فارق بين التدخل الأمريكي في العراق وتدخل الإيراني بقوات وميليشيات أيضا. دعني أنقل بس التساؤل الأستاذ منيف الحربي هنا في الاستديو. المرشد الإيراني يتهمهم بأنهم للمتظاهرين بأنهم عملاء أمريكا وعملاء إسرائيل، وسليماني يجتمع مع قادة أمنيين عراقيين ويقول نحن من منعنا سقوط حكومة عادل عبد المهدي. في نفس الوقت الخارجية العراقية تقول لا يحق لها تدخل في الشؤون السيادية والداخل العراق، وكذلك علي السيستاني المرجع الشيعي الأعلى. يعني كيف نوفق؟ يعني بعد أن استمعت ما قال السيد مناف عبد المطلب. طبعا دكتور، الخطاب الإيراني واضح. يعني علي يونسي في مؤتمر الهوية الوطنية في مارس 2015 قال العراق عاصمة الإمبراطورية الإيرانية الجديدة، وأن الجغرافيا بين العراق وإيران لن تنفصل وثقافتنا لن تتفكك. الخطاب الإيراني دكتور واضح. علي يونسي هو مستشار روحاني لشؤون الأقليات والشؤون الدينية، وكان وزير الاستخبارات أيام محمود أحمدي نجاد. أيضا حيدر مصلحي تحدث عن 4 عواصم عربية. فخطاب طهران واضح. طبعا الأمريكان ما في شك أنه بعد 2003 سلموا العراق على طبق من ذهب لإيران، وتمكنت طهران من مفاصل الدولة العراقية بكل أجهزتها، بالأجهزة العسكرية. نشوف إعفاء عبد الوهاب الساعدي وهو قائد مكافحة الإرهاب واللغط اللي حدث. فبالتالي الخطاب طهران لا تخفي. دكتور، طهران تتحدث وتصرح وتنفذ، ثم إذا انقلبت الأمور عليها تحاول أن تنكر. فخطابها واضح. يعني حتى خطاب وزارة الخارجية هي ذر الرماد في العيون أكثر مما هي حقيقة، لأنه كلنا نعرف. وخطاب علي السيستاني من كربلاء أيضا، أو خطبة الجمعة أيضا، ذرة ما في العيون. أعتقد أنه هو جس نبض أكثر، لأنه السيستاني كمرجعية دينية لا يريد أن يقول خطابا ويرفض من الشارع وبالتالي تسقط المرجعية. لماذا يرفض من الشارع إذا كان مقتدى الصدر وهو مرجعية كبيرة أيضا للعرب الشيعة نزل إلى الشارع وهو قادم من إيران؟ فكيف يجس النبض السيستاني ومقتدى الصدر في الشارع؟ في نقطة مهمة بالنسبة للشيعة، أهمية المرجعيات. تعرف تختلف عن المذهب السني، المرجعيات دورها رئيسي ومهم، وهي تحرك. وهذا الخطاب الذي استخدمته اللوبي الإيراني في الولايات المتحدة عندما تحدث أن الإرهاب سني بعدم وجود مرجعيات وليس شيعي بسبب وجود مرجعيات. فأنا أعتقد السيستاني كان في حرج. هل بس ما تشوف أن هذا موجه لإيران؟
أنا ما أعتقد أنه موجه لإيران، قد يكون موجه للأطراف الأخرى. من الأطراف الأخرى؟ من في داخل العراق في الميدان غير إيران؟ يعني سبق السيستاني برهم صالح عندما تحدث عن التدخل الخارجي، ولكن إياك يعني واسمع يا جارة، يعني قد لا يكون يستطيع أن يصرح بإيران، لكن واضح أن إيران هي ما تتدخل. أنا أعتقد أنه دكتور إيران ممسكة بمفاصل المشهد السياسي وهذا الرفض للنخبة السياسية، ولكن هذا الحديث عن رفض التدخل، إيران متدخلة من 2003، أين هذا الخطاب؟ وأين هو على أرض الواقع؟ قد تكون الاحتجاجات ساعدتهم اليوم ليكون الصوت أعلى. يعني أنا أعتقد دكتور أنه ما توافق الصوت الشيعي الغاضب، لو تلاحظ هذه التظاهرات بدأت من الناصرية والبصرة والنجف وكربلاء، اليوم ماذا حدث في النجف؟ إلغاء مسمى شارع الخميني في النجف ورفع لوحة وتسميته شارع ثورة شهداء تشرين. أنا أعتقد الغضب الشيعي الشعبي تجاه طهران كبير جداً، ولكن أعتقد أنه المسؤولين هم لا يريدون، لأنه بإمكانهم أن يصرح من يتدخل في المشهد العراقي بشكل مباشر طهران، لا هم لا يحتاجون إلى خطاب دبلوماسي، ولكن أعتقد أنهم لا يستطيعون لأنه يدركون أنه طهران لا زالت ممسكة بمفاصل المشهد السياسي الرسمي. نعم. السيد عبد الله جنيد من البحرين، هل توافق على ما ذكره السيد منيف أن السياسيون العراقيون يعني ما زالوا لم يواكبوا الغضب الشعبي نتيجة إمساك طهران بمفاصل المشهد السياسي في بغداد؟ أسأل الله مساءك ومساء ضيوفك الكرام، أستاذ مناف من العراق والأستاذ منيف معك في الاستوديو. على ما أعتقد الضيوف الأعزاء تطرق إلى نقاط جدا مهمة، ولكن بالتأكيد ما يجب أن نفهمه أن الحراك الآن ليس موجها ضد الحكومة أو انتقاصا من قدرة الحكومة حكومة عادل عبد المهدي عن الوفاء أو تحقيق أي نوع من نوع المحاسبة أو الإصلاح السياسي والمالي والإداري، ولكن هذا الحراك هو نتيجة تراكم منذ 2003 تحصل أن أفرز هذا الحراك العفوي، و التحرك الآن عندما تتحرك هذه المناطق، وأنا يعني أسف أن أميز لأنه الفرز جغرافيا أتى يعني في سياق التاريخ على السياسي الحديث على أساس شيعي وسني، وكلنا نعرف العراق أن العراق لم يكن هكذا، والآن العراق يسترد أمرين، أولا هويته العربية في حراكة متحررا من تأثير الهويات الفرعية التي سويست، وما نجده من حراك مرجعيات النجف أو المرجعيات الأخرى بما فيها مقتضى الصدر هو حفاظا على مكانة هذه المرجعيات الروحية في وجدان الإنسان العراقي بعد أن فشلت هذه المرجعيات أساسا عندما تخلت عن يعني مركزها الروحي وانتقلت إلى المركز التسلط السياسي. الآن العراقيين تجاوزوا كل الخطوط التي رسمت منذ يعني بعد تحرير الكويت، والآن انفرز هذا الواقع أو انكشف على أن الإنسان العراقي معاناته واحدة، وهذا الفشل أو الدولة الفاشلة هي واحدة منذ 2003. لذلك يجب أن نتوقع أن ينتقل هذا الحراك إلى حالة العصيان المدني المنضبط والذي لا زال منضبطا، ولكن أتوقع عندما ينتقل إلى حالة العصيان المدني المطلق فإن هذه يعني الحكومة والدولة ستفشل في احتواء ذلك. نعم. سيد مناف عبد المطلب، رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يعني خاطب المحتجين بقوله إن احتجاجاتكم دفعتنا إلى مراجعة موقفنا، ما هو الموقف الذي يتحدث عنه عادل عبد المهدي تحديدا؟ أستاذ غنام، قبل أن أجيبك دعني، لدي بعض الملاحظات على ما طرحه الزملاء. هنالك يعني على ما يبدو إشكالية وعدم فهم
في قدرة أو مرجعية السيد السيستاني. السيد السيستاني هو مرجع الطائفة، وبالتالي هو لديه مقلدين في إيران ربما أكثر من السيد الخامنئي، وحتى في السعودية هو لديه مقلدين يقلدون السيد السيستاني ويتبعونه. هذا يعني اعتبار السيد السيستاني يريد أن يقيس الشارع، أعتقد هذه قراءة غير صحيحة وغير واضحة. السيد السيستاني معروف بمواقفه، ويعتبر في العراق هو صمام الأمان بالنسبة للعملية السياسية، على الرغم من أنه لا يتدخل في التفاصيل، ولكن حينما تصل الأمور إلى مراحل خطرة نراه يعني يكون أو تكون فتاوية مؤثرة، وهذا ما حدث. نعم، إذا عفوا السيد مناف، إذا هو يوجه الرسالة لمن السيد علي السيستاني بعد توضيحك هذا؟ يوجه للجميع. السيد السيستاني واضح نعم يريد، لكن المتدخل والذي يعني شاهدت العراقيين يهتفون ضده وهي طهران يعني بالتالي. لا يعني هو قد يكون التدخل أكثر، وحتى بالنتيجة السيد السيستاني لا يتكلم بالخصوصيات، يتكلم بالعموميات كما تفضلت. يعني نعم، من يتدخل سواء كانت إيران أو غير إيران عليها أن تتوقف، لأن بالنتيجة السيد السيستاني من الممكن أن يؤثر في الداخل الإيراني أكثر من المتواجدين، والجميع يعرفون ويعرفون قدرة السيد السيستاني في تحريك هذا الشارع. فبالتالي حينما يتحدث السيستاني يتحدث من موقع قوة لا من موقع ضعف. هذا فيما يخص يعني الملاحظة على الإخوان. أما بالنسبة فيما يتعلق بالسيد عادل عبد المهدي، أنا أعتقد أن السيد عادل عبد المهدي تراجع كثيرا في أدائه وفي عملية تنفيذ برنامج الحكومي الذي طرحه. نعم، السيد عادل عبد المهدي أخذ أرثا كبيرا من الإخفاقات ومن الإشكاليات من الحكومات السابقة، ولكن حينما استلم كان يعلم بهذا الأرث، ويفترض كان لديه برنامج لمعالجة هذه الإشكاليات، وهذا البرنامج هو من حدد فترة زمنية لمدة سنة في تقديم حل لمجموعة الإشكاليات. السيد عادل عبد المهدي لم ينجح في تنفيذ البرنامج، وأيضا لم ينجح في عملية محاسبة كبار المفسدين كما طلبت المرجعية، أو كما كان يعني متفق معه حينما تم تسليمه من قبل سائرون ومن قبل سيد مقتدى الصدر، وتنازل عن الوزارات المخصصة لكتلة سائرون في سبيل إعطاء قوة لكابينة السيد عادل عبد المهدي في اختيار وزراء يستطيع العمل معهم. لم تنجح هذه الحكومة، ما أدت إلى خروج المواطنين. أيضا السيد عادل عبد المهدي في الفترة الأخيرة ركز اهتمامه على ما تطلبه المكونات السياسية، وابتعد عن المطالب الشعبية. كل هذه كانت تراكمات أدت إلى خروج المواطن بهذا الشكل، بعد أن كان يعتقد أن السيد عادل عبد المهدي قد يكون حل. لذلك يتحدث السيد عادل عبد المهدي اليوم، نعم، يقول بدأ يعني تظاهراتكم دعتنا إلى مراجعة ما قمنا به، جيد، والآن نريد أن نفتح صفحة جديدة. لكن المشكلة اليوم المتظاهر لا يقبل بهذا العذر، ولا يقبل اليوم المتظاهر يرفع السقف، ولا يقبل سوى بعملية. طيب حسن، واضح جدا، واضح جدا في عدم قبول هذه التبريرات من المتظاهرين لرئيس الوزراء. أيضا رئيس الوزراء برر أيضا عادل عبد المهدي العنف ضد المتظاهرين أنه موجه ضد الخارجين عن القانون. يعني كيف يعرف الخارجين عن القانون من ضمن المحتجين؟ هل هو تبرير للقتل أيضا هذا الأمر سيد منيف؟ طبعا في إشكالية كبيرة عندما تحدثوا عن وجود قناصة، وتحدثوا عن الآن 260 قتيل في المظاهرات اللي بدأت من 1 أكتوبر، 12,000 مصاب، هذا أرقام مهولة، وبالتالي هذا هناك استخدام للعنف. بالإمكان، وأنا متأكد أن الحكومة قادرة على رصدهم، ولكن لماذا لا تريد أن تتحدث من قام بهذا العمل؟ هذا إشكالية. الأمر الثاني، كل الرئاسات الثلاث، كل خطابة، لا الحلبوسي ولا برهم صالح ولا عادل عبد المهدي، لم يرتقوا إلى ماذا يريده الشارع. مأزق العراق من 2003 كيف لم يرتقوا إلى ما يطلبه الشارع؟ لم يستطيعوا. أول شيء، هل هم يستطيعون؟ هذا السؤال المهم جدا. بلا شك دكتور، العراق سرق من العراق 450 مليار دولار من 2003. العراق رابع دولة احتياطية بالنفط.
دخلها الشهري من النفط فقط 6.5 مليار دولار، احتياطياتها النفطية تصل إلى 140 إلى 150 ألف، هي مليار برميل، تنتج يوميا 4.5 مليون برميل وتصدر 3.8 بالعشرة، عدد سكانها 38 مليون، 23 تحت خط الفقر. هذه أرقام مهولة، والعراق دولة غنية، العراق تمتلك قدرات بشرية، تمتلك موارد طبيعية. يعني تقصد أن الفساد هو من ينخر في الدولة اليوم؟ بلا شك، والجميع والنخبة السياسية والأيدي الخارجية لها دور في هذا الفساد. بلا شك، وأيضا الميليشيات، تواجد ميليشيات خارج سلطة الدولة. السيستاني هو صاحب خطاب الجهاد الكفائي الذي تشكل بموجب الحشد الشعبي. نعم. طيب، ألا يستطيع اليوم أن يعيد الحشد الشعبي أيضا بفتوى أخرى؟ تفكيك للحشد الشعبي الذي أكثر موالي لطهران، يعني بالتالي بلا شك، وهذا التساؤل عندما نتحدث أنه كل ما حدث الحشد الشعبي شكل بفتوى من السيستاني. نعم. كان بالإمكان أن تظهر فتوى من السيستاني بحل الحشد الشعبي، وبالتالي وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية لم يتخذ هذا القرار. بلا شك أنه لا زالت طهران مسيطرة على المشهد الاقتصادي والأجهزة العسكرية والأجهزة الأمنية، وبالتالي النخبة لا تتجرأ. ولكن لنذكر أن السافاك في عهد الشاه قتلت 1.5 مليون إيراني وسقط نظام الشاه، فبالتالي مهما كانت دموية هذه ما يحدث تجاه المتظاهرين، بلا شك أنه في الأخير ستحقق نتائج جيدة. فقط لضيق الوقت بس جاني أسأل السيد عبد الله جنيد من البحرين في نصف دقيقة. سيد عبد الله، تعهد عبد المهدي بالتحقيق في نوع السلاح الذي استخدم من قبل القوات الأمنية في الاحتجاجات، هل نعود إلى المربع الأول والتحقيق في بداية هذا الشهر مع موجة احتجاجات الأولى في قتل المتظاهرين؟ في نصف دقيقة لو سمحت. أعتقد أن رئيس الوزراء العراقي لا يملك أن ينفذ هذا القرار مهما حاول أو حاول تسويقه لاحتواء الأزمة القائمة. كل الخطوات من كل المؤسسة السياسية العراقية هي تجتهد بشكل شرعي أو بشكل سياسي محاولة احتواء ما يحدث، وهي ستفشل في ذلك ثق تماما. نعم. سيد مناف عبد المطلب من بغداد، الكاتب ومحلل السياسي، شكرا جزيلا لك، الذي سيغادرنا بعد نهاية هذا الملف. سيبقى معنا الملف الآخر، السيد منيف عماش الحربي الكاتب ومحلل السياسي، وعبد الله جنيد من البحرين الكاتب والمحلل السياسي. فاصل قصير أيها السادة، لا تذهبوا بعيدا، لنعود لنقاش الملف الثاني في هذا المساء. أهلا بكم. في وقت ذكر فيه وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو اليوم أن الحكومة القطرية هي من قامت بتمويل عملية غزو سوريا وإقامة ما تسميه المنطقة الآمنة، وشكر الرئيس رجب طيب أردوغان لقطر على تمويلها عملية نبع السلام. عادت العمليات الإرهابية في المناطق التي سيطرت عليها القوات التركية في الأيام الأخيرة، وخصوصا في تل أبيض، وكانت أبرز هذه العمليات عملية تفجير سيارة مفخخة في المدينة نجم عنها عشرات القتلى والمصابين. تركيا تتهم قوات سوريا الديمقراطية بالتسبب في ذلك، والأكراد يتهمون الأتراك بالعمل على مشاريع راديكالية بهدف خلق الفوضى والتغيير الديمغرافي. فهل عادت الفوضى من جديد إلى ما سمته تركيا المنطقة الآمنة؟ وما دور الأمم المتحدة في قضية تهجير حوالي 300,000 إنسان من شمال وشمال شرق سوريا بسبب العملية العسكرية التركية؟ نشاهد. بعد نجاحها بتوظيف ملف اللاجئين لحسابات اقتصادية، ها هي تركيا تشهر سلاحا جديدا في وجه العالم الغربي والأوروبي، سلاح تنظيم داعش الإرهابي الأكثر فتكا وخطورة على الإطلاق. هذا ما جاء على لسان وزير الداخلية التركي سليمان سويلو، الذي ذهب علنا إلى تهديد العالم بفتح الباب أمام عناصر تنظيم داعش الإرهابي للعودة إلى بلدانهم الأصلية.
داعش منسوبون أوتيلي. تركيا ليست فندقا لعناصر داعش من مواطني الدول الأخرى، وبعد احتجاز هؤلاء الفترة في تلك السجون سيتم إرسالهم إلى البلدان التي ينتمون إليها. ورقة ضغط تركية قوية تمثل نقطة ضعف كبيرة لدى الدول الأوروبية التي ترى في عودة سجناء داعش خطرا كبيرا على أمنها القومي، وهي التي ذاقت من مر هجماتهم الإرهابية الكثير. خبراء عسكريين يرون أن واشنطن وبتسليمها ملف سجناء داعش بشمال سوريا إلى تركيا قدمت لها هدية على طبق من ذهب تساوم بها كل من يقف في وجه استكمال عملياتها العسكرية وإنشائها للمنطقة الآمنة. تركيا اليوم تستخدم هذه النقطة كنوع من أوراق الضغط على المجتمع الأوروبي الذي يعارض التحركات التركية في شمال سوريا. أنا أعتقد أن مطلب الشعب السوري هو ليس فقط تنظيم داعش، بل هو إعادة كل الميليشيات الطائفية التي أدخلتها إيران إلى سوريا وقتلت الشعب السوري، إخراج منظومة الحكم الاستبدادية. كل ما قتل الشعب السوري يجب أن يخرج وليس فقط تنظيم داعش. وترى أنقرة بأن تهديدها لأوروبا والغرب بتسليط كابوس داعش عليهم يقع ضمن حقها المشروع في الدفاع عن أمنها القومي، حيث لا يفوت الرئيس التركي أردوغان فرصة إلا ويؤكد فيها على أن أمن أوروبا يمر عبر البوابة التركية، بوابة قابلة لضخ نار جهنم في وجه كل من ينتقد السياسات التركية. يمكن القول أن سلاح داعش في يد تركيا يخلط الأوراق في الشمال السوري بشكل كبير، فالقوى الغربية والأوروبية شاءت أم أبت مضطرة أمام هذا الواقع للتعامل بالتراضي مع أنقرة على الأقل للخروج بأقل خسائر ممكنة من التهديدات الإرهابية. لبرنامج مجمل القول طه عودة، إسطنبول. أهلا بكم أيها السادة من جديد إلى ثاني ملفات مجمل القول حول تركيا والتهجير القصري في عملياتها العسكرية، والشكر قد قطر على تمويل عملية نبع السلام. يسعدنا أن نستضيف في هذا الملف عبر أقمار اصطناعية من عمان السيد صالح القلاب وزير الإعلام الأردني الأسبق، وهنا في الاستديو السيد منيف عماش الحربي الكاتب والمحلل السياسي، وعبر أقمار اصطناعية أيضا من البحرين السيد عبد الله جنيد الكاتب والمحلل السياسي. دعنا نبدأ معك السيد منيف. وزير الخارجية التركي يتحدث عن شكر تركيا لقطر على تمويل عملية نبع السلام، العملية التركية العسكرية في شمال وشمال شرق سوريا التي رفض كل حلفاء تركيا المشاركة فيها سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو الأوروبيين. ما مصلحة الدوحة في تمويل مثل هذه العملية العسكرية؟ طبعا هناك تحالف مثلث الدوحة أنقرة طهران مع الأخوان، وهذا يتحرك سياسيا ويتحالف اقتصاديا ويتحادى أيضا، هناك تكامل إعلامي، فهذا جزء من مناهضتهم للمشروع العربي. تعرف أنه القوى الخمس اللي من 300 عام وبعد 48 ظهرت القوى الأخرى هي السعودية ومصر وتركيا وإيران وبعد 48 إسرائيل، فبالتالي قطر هي ترتهن للقوتين الموازية للقوتين العربيتين اللي هي مع تركيا ومع إيران. فبالتالي من هنا لماذا هذا التحالف؟ لأنه قطر تريد أن تناهض المشروع العربي وتحجم النفوذ العربي لصالح مشروع طهران ومشروع أنقرة الذي يتكامل مع مشروع الدوحة ويتناغم أيضا مع مشروع الأخوان، فهو ضمن مشروع سياسي متكامل. وبالتالي لما جت العشرة مليار مثلا في أزمة الليرة بالخلاف بين الولايات المتحدة وتركيا قدمت الدوحة 10 مليار كاستثمارات، فهذه تأتي ضمن هذا المشروع المناهض للعالم العربي. الأمر الثاني هو يعطي دلالات أنه الجيش التركي الذي كان يعتبر من ثاني جيش في الناتو وله نزعة وطنية، هذا يؤكد أنه تحول إلى جيش مرتزقة، وبالتالي أصبحت الدوحة تقوم بهذا التمويل. نعم الوزير صالح القلاب، يعني استمعت لهذا الحديث، يعني مساعدة الدوحة لدولة إقليمية باحتلال جزء من دولة عربية مهما كان الاختلاف معها، ما الفائدة من ذلك للدوحة؟ يعني الدوحة
تلعب دور أكبر منها كثير، وهي قبلا هي استضافت القوات التركية، يعني القوات التركية موجودة في الدوحة، ما حد مهددها، ما حد مهددهم ولا حدا، هي بوضعية معينة تحاول أنه تضع حالها بقوة كبرى، مجموعة من القوى الكبرى. وحقيقة إذا بدك تسألني كواحد عربي، هذا تآمر على الأمة العربية في وضح النهار. مهما تبرر، مهما حكى عنه، مهما قيل، يعني إحضار قوات تركية ووضعها بمنطقة الخليج، هذا بدون سبب، ما في أي سبب، ما حد مهدد قطر على الإطلاق. وتم أيضا علاقتها بإيران، الخروج من الإطار العربي والذهاب إلى إطار آخر، هم بالتالي أنا اعتقادي أنه سيدفعوا الثمن، لأنه بالتالي الرقم الصغير تبتلعه الأرقام الكبيرة. شو عندها قطر حتى تروح تدخل معادلات أكبر من حجمها كبير؟ وأنا أعتقد أنه الشعب القطري مش قابل بهذا الموضوع على الإطلاق. وأنا حكيت مرة بجوز عندكم، أو أنا شفت ناس أشقاء إن قطريين بمواقع أيضا وكبيرة جدا، وكانوا يتذمروا من هذه المواقف. ليش؟ يعني شو المطلوب؟ ليش شو المطلوب عندهم؟ إذا كان الموضوع الفلسطيني أساسي، ما هم خربوا لنا موضوع غزة والوحدة الفلسطينية، حتى لما يجوا الإسرائيليين واحد يقول اضغط عليهم، يقولوا مع أي فلسطينيين نتفاوض. شايف الآن عملوا هاي الدولة اللي بغزة. حقيقة كل ما قيل، كل ما لا يبرر على الإطلاق، ولا يمكن يقبله الشعب القطري ولا تقبله الأمة العربية. شو إلك بهالقضايا تروح تمول أردوغان؟ بعدين أردوغان سمعوا وإحنا سمعناه وأنتوا سمعتوه، قال والله إحنا ورثاء الدولة الإمبراطورية العثمانية، الخلافة العثمانية، وإحنا يحق لنا الآن بالدول اللي كانت موجودة فيها الدولة العثمانية تمددها، من حقنا أنه نصل إليها ويكون لنا موطئ قدم فيها. نعم سيد عبد الله جنيد من البحرين، الإدارة الذاتية لشمال وشمال شرق سوريا طبعا الكردية حذرت أن تركيا تأمل على تقديم مشروع راديكالي يهدف إلى خوض الفوضى والتغيير الديمغرافي. هل من الممكن العملية الانتحارية اليوم الإرهابية في تل أبيض تكون بداية هذه الفوضى ودعم المشروع الراديكالي من جديد؟ هذا بالتأكيد دكتور، لما دخلت يعني ما يمثل تقريبا 60-70% من القوات الميدانية فعليا في شمال سوريا، هي أساسا تنظيم القاعدة الذي يعني تشرذم أو يعني زي المشروم، وعيدة هيكلته أو صياغته في عدة أسماء، كان آخرها جبهة تحرير الشام. هذا التنظيم الآن هو من أطلقت عليه تركيا في الآونة الأخيرة الجيش الوطني السوري أو حاجة مقابلة لذلك. هذه التنظيمات تدفع بعملية الترهيب عبر إما التصفيات الجسدية أو إحداث الهلع المطلوب من خلال هذه العمليات لفرض التهجير وإعادة إحلال، وهذا ما يطمح إليه أردوغان أساسا، هو إحلال جزء كبير من هذه الجماهير أو كتلة اللاجئين بإسكانهم في هذه المنطقة في الشريط الشمال والشمال الشرقي، لأنه يتكامل مع منطقة الأسكندرون، وهو يطمح بالدفع بقدر الإمكان للوصول إلى يعني تغيير حتى يعني الشمال الشرقي والشرق جنوبا بشكل ما، ليحصر عملية امتداد كردستان العراق إلى الداخل، أي الفصل بين هذه المنطقتين. هل سينجح؟ على ما أعتقد هذا متروك الآن للإرادة الدولية أو
إن أرادت الولايات المتحدة أن تنخرط، لأن روسيا سوف تبقى يعني في وضع المتفرج، لأن الطحن بين كل هؤلاء الخصوم يصب في مصلحتها. نعم. السياسية الاستراتيجية. نعم سيد عبد الله جنيد، واضح ويخدم أهدافه. واضح النقطة مع تسيير طبعا الروس والأتراك لدوريات موحدة يعني على الحدود. سمح لي الضيوف الأعزاء مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود بعده للجزء الأخير من مجمل القول، لا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم أعزائي من جديد إلى مجمل القول، وفي جزئه الأخير في حديثنا عن الدور التركي وأسرى داعش، ضيوفنا في هذا الملف صالح القلاب من عمان، الوزير الأردني الأسبق، ومن البحرين عبد الله عجنيد الكاتب والمحلل السياسي، وهنا في الاستديو سيد منيف عماش الحربي الكاتب والمحلل السياسي. سيد صالح القلاب، قبل أن نذهب إلى موضوع داعش، قبل يومين الرئيس السوري في مقابلة له قال أنه لا يمانع من لقاء المسؤولين الأتراك ومصافحتهم رغم اشمئزازه منهم، هل هو إذعان واعتراف بعدم القدرة على المواجهة؟ لو سمحت لي، أنتوا سمعتوا بشار الأسد في البدايات حتى يعني ب 2011 مباشرة قال نحن لا نريد إلا سوريا المفيدة. سوريا المفيدة يعني ديموغرافيا جديدة بصراحة، وإحنا نقولها بألم، يعني دولة مذهبية على حجمه بمهمات متعددة بالمنطقة وباتجاه أيضا البحر الأبيض المتوسط. ولذلك الآن ترحيل السوريين اللاجئين السوريين اللي يرعاها أردوغان وتساهم فيها قطر وبعض الدول الأخرى، ترحيلهم إلى المنطقة اللي هي شمال شرق سوريا اللي هم بالأساس مهم موجودين منها ديموغرافيا، هؤلاء كلهم من فئة معينة سورية، هذول الآن يحاولوا ترحيلهم ليكونوا هناك، لتكون هناك سوريا المفيدة اللي يريد بشار الأسد أن يقيم فيها دولته اللي هي يطمئن لها وممكن يظل فيها سنوات طويلة في عائلته الحكم في لفترة طويلة. هذا الموضوع واضح. إنه ثم إنه أردوغان داخل بهذه المؤامرة سابقاً، وهو كان يتحدث وأيضا من أهدافه أنه يخترق حتى حدود العراق سوريا، يمد بالمنطقة حتى هذه حتى يكون له هيمنة بالمنطقة، وهو معلن هذا الموقف. ولا لماذا يذهب إلى ليبيا؟ ما هو سبب ذهابه إلى ليبيا؟ هو ينظر إلى وهذا مشروع الإخوان المسلمين أيضا، هذا مشروع الإخوان المسلمين. ولذلك لما دولة عربية تقحم نفسها وخاصة الدول الميكروسكوبية عندما تقحم نفسها في هذا الموضوع، أنا بعتقد هاي مؤامرة أكبر من المؤامرة الصهيونية اللي تجري بشمال شرق سوريا وفي سوريا وعلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط. نعم سيد منيف، عودة لمقاتل داعش الأسرى، وزير الداخلية التركي يقول تركيا ليست فندقا لإبقاء المقاتلين إلى الأبد، هل هو بداية النهاية لهذه الورقة
ورقة المتطرفين أقصد، أم هو تهديد فقط لأوروبا لجلب مكاسب سياسية؟ لا، هي تناغم بين خطاب تركيا وخطاب ترامب. تعرف ترامب تحدث أنه يجب على الأوروبيين أن يسترجعوا مقاتلي داعش اللي يحمل الجنسية الأوروبية، فهذه بلا شك ورقة ضغط تجاه أوروبا. أيضا هناك مشروع فرنسي وهو من 2000 إلى 3000 شخص أن تحاكمهم العراق مقابل حصول العراق على 2 مليون على كل شخص، فبالتالي هي ورقة ضغط كبيرة. ولكن وفي تخوف أوروبي، نعرف أنه مجموعة السبع وزراء الداخلية عقدوا اجتماعين، الاجتماع الأول كان لمدى قدرتهم على استيعاب مقاتلي داعش إذا عادوا لأوروبا، والثاني مكافحة الإرهاب على الإنترنت. ولكن ما يحدث داخل أوروبا أنه الأرقام دكتور متضاربة جدا، نحن أمام غموض كبير. كم عدد مقاتلي داعش؟ هل هم هذا هو السؤال، هل هم 40,000؟ بعض المصادر بعض الدراسات تتكلم على 40,000 مقاتل من 110 دولة، وهناك مصادر تتحدث عن 19,000 من 33 دولة، لكن أوروبا هناك من يتحدث عن 3,000 فقط. يعني لماذا؟ هل هو للتخويف دول أوروبا هذه الأعداد الضخمة؟ الحديث عن أوروبا، الحديث أنه 5,000 مقاتل خرجوا من أوروبا إلى داعش، عاد منهم 1,500 من ضمنهم 400 شخص إلى بريطانيا. تعرف الدول الأربعة الرئيسية من أوروبا لداعش هي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا. بلا شك أنه في أيضا ألمانيا تصيغ مشروع لسحب الجنسية عن مقاتلي داعش. بريطانيا أسقطت جنسية بيغوم، وأعتقد أن الأتراك تحدثوا عن الأمر هذا. لكن هناك أصوات سياسية مهمة دكتور في فرنسا وبريطانيا تطالب بقتلهم قبل عودتهم، وهذه من ضمن المطالبات. يعني وزراء طالبوا في بريطانيا وفي فرنسا أنهم بدل عودتهم قتلهم، والفرنسيين قالوا أنه يجب أن يحاكموا على جرائمهم في الدول اللي ارتكبوها. بلا شك أنه ورقة ضغط ترامب أيضا يمارسها، لأنه هو الذي أطلق هذا القمقم، هذا المارد من قمقم، عندما تحدث أنه يجب على أوروبا استعادة مقاتل داعش. سيعيدون الأتراك هؤلاء الأسرى أم لا؟ أم هي تهديد؟ هذا هو السؤال. صفقة، الأتراك يبحثون عن صفقة سياسية لتهدئة الغضب تجاه العملية النوعية التي يقومون بها. قد يكون، أنا أعتقد أنه صفقة سياسية بينهم وبين العراق تجاه مقاتلي داعش. نعم. سيد عبد الله جنيد من البحرين، هل توافق أن هذه صفقة سياسية بين الأتراك ودول أوروبا، خصوصا بعد مقتل البغدادي وشكر الولايات المتحدة لتركيا من ضمن عدة دول على المساعدة، رغم أنها شكرت سوريا، وفي حديث الرئيس السوري يقول لم نشارك في هذه العملية، فهل باتت هذه الورقة ورقة تخويف فقط؟ هي بالتأكيد ورقة قابلة للتوظيف، ليس فقط باتجاه الضغط على أوروبا، هي قابلة للتوظيف في أكثر من مجال، في أكثر من شكل. هذه الورقة يمكن أن تستخدم لاحقا حتى في عملية التهديد لي في مناطق استقرار. من يملك هذه الورقة يوظفها سياسيا وغير سياسيا. هل ستكتفي الولايات المتحدة مثلا وأوروبا، لأن أوروبا هي الأقرب وهي من عانى مثل معانة الدول العربية من جراء الإرهاب يعني بكل أشكاله. الولايات المتحدة لم تتعرض، يعني الهوم جرون أو الخلايا التي أنتجت أو نتجت بشكل طبيعي نتيجة اعتناقها هذا الفكر، كانت محدودة مقارنة. نعم. بما حدث في أوروبا والشرق الأوسط. نعم. هل ستكتفي أوروبا بالموقف المعنوي؟ أعتقد يجب أن يكون هناك موقف آخر، وأنا أعتقد أن ما قاله الأستاذ منيف قد يكون أحد الخيارات بشكل غير مباشر من أحد القوى. نعم. سيد صالح القلاب، في موضوع آخر بعيدا عن داعش، هناك انتقادات كبيرة للأمم المتحدة للمشاركة في تهجير حوالي 300,000 سوري من مناطقهم وإحلال آخرين محلهم. هذه العملية تجري كما يقال بالتنسيق مع الأمم المتحدة، ما تعليقك؟ يعني لا توجد معلومات مؤكدة حول هذا الموضوع، وأنا أعتقد أنه من الصعوبة مكان أنه الأمم المتحدة فيها دول
لا توافق على أي مشروع من هذه من هذا القبيل. أنا ما بعتقد بالسهل على الأمم المتحدة أن تقوم بهذه العملية. ولكن الإدارة الذاتية السيد صالح، لكن الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا الكردية هي من تحدثت عن هذا الأمر، وجهت عفوا انتقاد صريح للأمم المتحدة. طبعا بتوجه هي، شوف هذولا سوريا الديمقراطية، مجموعة سوريا لهم علاقات مع المخابرات السورية، وبالأساس موجودين بهذه المنطقة، ونسمع احنا تصريحاتهم يوميا. أنا لا يمكن أصدق أنه الأمم المتحدة كهيئة دولية أنه تشارك في عمل مثل هذا العمل. يعني ممكن دول منها ممكن هذا، لكن الأمم المتحدة غير معقول، لأنه في دول معارضة كبيرة وقوة، وفي في في قوة فاعلة بالأمم المتحدة لا توافق على هذا الموضوع. هذولا قسد، جماعة قسد، هذولا يعني مجموعة بالأساس هي تنسق مع سوريا، وأيضا حتى انسحابها بالاتفاق ما بين أردوغان وما بين سوريا، انسحابهم هم هذول الموجودين من المنطقة اللي دخلتها القوات التركية، وانسحابهم بالعمق باتجاه دير الزور والمناطق الثانية كان بالتنسيق مع النظام السوري. ولذلك أنا الأمم المتحدة لا يمكن أنه أصدق أنه متورطة بعملية كهذه العملية. نعم، السيد صالح القلاب وزير الإعلام الأردني الأسبق من عمان، شكرا جزيلا لك. السيد عبد الله جنيد عبر أقمار اصطناعية أيضا من البحرين، شكرا جزيلا لك. السيد منيف بن عماش الحربي الكاتب المحلل السياسي من الاستديو، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم أيها السادة على متابعة هذه الحلقة، وحتى ملفات أخرى في مساء الغد من مجمل القول، أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Take care.